ورسمي رجعنا باخبار اللي عاجله وعاجله جدا عليكم من فريق الرجاء وفريق الوداد وبالاضافه للمنتخب المغربي. وفي اخر الفيديو غتكون واحد الاخبار اللي جد مهمه ومهمه جدا على الانتقال ديال اسامه الزمراوي لفريق وداد الامه. ويلا باش ما نطولش عليكم ندخلوا مباشره في التفاصيل. نبداو الاخبار ديالنا مع هذا المدرب سيباستيان اللي هو المدرب ديال منتخب الكونغو الديمقراطيه. هذا المدرب هذا قبل المواجهه ديال المنتخب المغربي خرج بواحد التصريحات اللي جد صادمه، لانه قال في الندوه الصحفيه قبل المواجهه ديال المنتخب المغربي باللي حاليا اللاعبين ديالو في اتم الجاهزيه باش يواجهوا المنتخب المغربي. وزاد قال في الندوه الصحفيه باللي كيعرف اللاعبين ديال المنتخب المغربي مزيان، وزاد قال باللي المميز في اللاعبين ديال المنتخب المغربي حاليا جميع اللاعبين كيمتلكوا واحد الخبره اللي كبيره بزاف، ولكن هذه بحد ذاتها ماشي مشكله بالنسبه للمنتخب الكونغو الديمقراطيه، لان غادي يعرفوا يسيروا هذه المباراه كونتر المنتخب. وزاد عاوتاني قال في اخر ندوه صحفيه باللي اللاعبين ديالو خاصهم يقدموا واحد المباراه اللي كبيره بزاف باش يستطيعوا الانتصار كونتر المنتخب المغربي، وباللي الماتش ديال غدا ان شاء الله غادي يكون بحال شي فينال بالنسبه لهذا الفريق. عاوتاني قال بلي المباراه ديال غدا كونتر المنتخب المغربي غادي يحسبها بحال شي مباراه ديال الفينال، على هادشي خاص اللاعبين ديالو كاملين يكونوا في اتم الجاهزيه باش يقدموا واحد المباراه اللي كبيره وباش ينتصر على المنتخب المغربي. وهادو هما ابرز التصريحات ديال المدرب ديال الكونغو الديمقراطيه. اما من ناحيه وليد ركراكي المدرب ديال المنتخب المغربي حتى هو عطى واحد التصريحات اللي مهمه جدا في الندوه الصحفيه، وقال بالتحديد في هاد الندوه الصحفيه بلي المواجهه ديال المنتخب الكونغو الديمقراطيه غتكون صعيبه بزاف، وخصوصا المواجهات اللي تتكون بين المنتخبين دائما كتكون صعيبه بزاف، ولو ان المنتخب المغربي عنده واحد الافضليه التاريخيه، ولكن كيشوف وليد الركراكي باللي هذه النقطه هذه غتكون بالنسبه لهم جد ايجابيه باش ان شاء الله يدخلوا هذه المباراه من اجل الثار. وزاد قال عاوتاني وليد الركراكي في هذه الندوه الصحفيه باللي المنتخب الكونغو كيتوفر على اللاعبين المحترفين، وهذا الماتش هذا غادي يكون هو اصعب ماتش بالنسبه للمنتخب في الدور المجموعات، على هادشي كيشوف باللي خاص ضروري اللاعبين ديالو يدخلوا مركزين مزيان في هذه المباراه باش ينتصروا فيها ان شاء الله وباش يضمنوا التاهل للدور المقبل. وزاد قال عاوتاني وليد الركراكي في هذه اخر ندوه صحفيه باللي العوامل ديال المناخ اللي كاينه في دوله الكوت ديفوار راه واحد العامل اللي حاسم وكيقلب النتائج ديال المباريات. وهذو هما ابرز التصريحات ديال وليد الركراكي قبل المواجهه ديال منتخب الكونغو. وانا قبل ما نمشي للخبر الموالي بعدا نعطيكم التشكيله المتوقعه ديال المنتخب المغربي واللي غادي يدخل بها المواجهه ديال الكونغو، واللي بالنسبه لوليد الركراكي غادي يعتمد كيف ديما التشكيله ديال 4-1-4-1، وبالنسبه لي غادي يعتمد على ياسين بونو في حراسه المرمى. من ناحيه الدفاع غادي يعتمد على اكردو سايس وزيد عاوتاني اشرف حكيمي وبالاضافه المزراوي. اما من ناحيه الخط الوسط غادي يعتمد على امرابط واملاح وناحي. اما الاجنحه كنشوف باللي غادي يعتمد على بوفال كاساسي بالاضافه لحكيم زياد. اما من ناحيه الهجوم غادي يعتمد على يوسف النصيري. وهذه هي التشكيله المتوقعه ديالي في المواجهه ديال الكونغو الديمقراطيه. نمشيو دابا للاخبار المتعلقه فريق الرجاء العالمي، ونبداو الاخبار ديالنا مع عند زكي الوردي. رسمي حسب اخر الاخبار اللي وصلتني من عند الاداره ديال فريق الرجاء العالمي، اليوم تم الفسخ ديال العقد ديال زكي الوردي بشكل رسمي. وهذا الفسخ ديال العقد ديال زكي الوردي جا بطريقه حبيه، لان الاداره واللاعب اتفقوا على المبلغ ديال الفسخ ديال العقد ديال اللاعب، وبهكذا زكي الوردي حاليا رجع لاعبا حر ويمكن ينتقل لاي فريق كاين حاليا في البطوله الوطنيه. نمشيو دابا لاخر خبر واللي متعلق فريق وداد الامه، ونبداو الاخبار ديالنا بالانتقال ديال اسامه الزمراوي لفريق الوداد. رسميا الاداره ديال فريق وداد الامه حاليا في واحد المفاوضات اللي جد متقدمه مع اللاعب ديال خط الوسط ديال فريق شباب المحمديه، وهذا اللاعب هذا بواحد النسبه ديال 99.99% غادي ينتقل فريق وداد الامه في هذا الاسبوع هذا ان شاء الله، باقي غير الاتفاق النهائي مع فريق شباب المحمديه باش يشوفوا طريقه الانتقال ديال اسامه الزمراوي لفريق الوداد. المهم هادشي اللي كاين من ناحيه اخر الاخبار كل من فريق الوداد وفريق الرجاء بالاضافه للمنتخب المغربي. يلا في تلك معكم حفيظ وتهلا.